العالم يمشي هك حنا نمشيو هك نقولوا ابدا رقم ما كاش قانون هذا القران هذا في بلادنا اللي الغيره تنده نحي الفوتبال نحي هذايا نحي دوتر ديسيبلين نحي هذا هوندبالور انترناسيونال شحال نحي هذا ما يعرفش شكون اللي يعرف انت اللي ما تعرف والو تعرف سي با بوسيبل رانا فرونسونز امي ماساكريو فيهم ويخدموا الناس نوري لك انا وسمعتك فيها الناس كيفاش راهي تخدم هاو هنا فالتليفون الناس كاش تخدم من الاحسن الانسحاب لماذا؟ نعطيك اللي يقولون انسحبوا الجزائر اذا لم تشارك ستكون فيه صفعه لموتسيبي لانه كل شمال افريقيا ما عدا المغرب اللي عندهم علاقه طيبه اللي يشاركوا هل انت مع الانسحاب؟ انا مع الانسحاب ما تروحش باش تشارك ما نشاركوش علاش نروحوا نديروا دي فيغيرون تما تاخذ الكف وتجي احنا مصر تونس ليبيا نقولوا المغرب العربي ما يشاركش لازم يخمم لها مليح ولازم يتحدوا هادوما من القدام باس اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحياتي للجميع مرحبا بكم فيديو جديد كما سمعتم على في المقدمه ديالو لازال الاعلام الجزائري يبحث على المبررات ديال الانسحاب من كاس امم افريقيا للمحليين والتي اعلن عنها الكاف في تنظيم مشترك ما بين كينيا وتنزانيا واوغندا الدول الثلاث التي ستحتضن كاس امم افريقيا 2027 الكاف اعطت لهم هذه الفرصه باش يبينوا القدرات ديالهم ايضا وباش يستعدوا ل كأس أمم إفريقيا 2027 اللي انسحبت الجزائر من التنظيم ديالها هي وكان 2025 منافسة مع المغرب ما قدوش الله يحسن العون وكذلك أيضا اليوم خرج الإعلام الجزائري كيتكلم كيقول لك تونس ما غاديش يلعبوا ليبيا ما غاديش يلعبوا مصر ما غاديش يلعبوا السودان ما غاديش يلعبوا قال لك حنا كنناشدوا الاتحاد العربي حتى شي واحد ما يمشي يلعب قال لك هذا الشيء كامل كيخدم المصلحة ديال موتسيمبي في الانتخابات ديالو وكنعرفوا حنايا الفوزي القجاع والهاني بوري وكذلك الموريتاني عندنا تحالف جديد ان شاء الله من اجل المصلحه ديال كره القدم العربيه والافريقيه حنا خاطينا موتسيبي انتم اللي كتقولوا باللي الشان كانت احسن بطوله وجيتوا الحفيد ديال مانديلا ودار الخطاب ديالكم دار الخطاب عندكم تما في الملعب وجا عندكم موتسيبي وقدمتوا له الهدايا وفلوس كبيره وفي الاخير نتو كتحاسوا مع رئيس الاتحاد الجزائري السابق زفيزف وتلقيتوا 700 مليار منهوبه من الاتحاد الجزائري بسبب التنظيم ديال البطوله ديال الشان واليوم كتقولوا باللي خصنا نسحبوا ولكن الاسباب ماشي هي الانتخابات ديال موتسيمبي الاسباب واضحه هو انه الاعلام الجزائري خرج كيتكلم اليوم كيقول لك ما عندناش اللاعبين عندهم اللاعبين اللي كيلعبوا في المولوديه لاعبين ديال المنتخب اللي كبار في السن قال لك علاش ما نمشيوش نلعبوا بهم ونجيبوا البطوله ديال الشان ولكن لا قال لك خصنا نركزوا على المسابقات الافريقيه لنفرض في دوري المجموعات تقصى شي فريق من الجزائر المولوديه ولا اتحاد العاصمه ولا شباب الوزداد قسنطينه يعني تقدوا تمشيو بهذا الفريق انكم تشاركوا في الشان لا راه ما عندناش خرج واحد المقدم ديال البرنامج قال لي معلاش ما نشاركوش بالمنتخب ديال اقل من 20 سنه هنا كانت الكارثه وشاع علي بن شيخ قال له فين راه المنتخب ديال اقل من 20 سنه اللي عندنا في الجزائر قال له لا راه واحد العام كان عندنا واحد المدرب ودرنا واحد الاستعدادات في تونس ولا قال له فين راه ما عندناش قال له ما كان والو قال له واش مشيو لا تما يعطونا بالثقول يصيفطونا على نهار الاول يعني كارثه يعني الاسباب الحقيقيه هو انه ما عندهمش المنتخب ما عندهمش اللاعبين كبازي وعلى الواجهه الانديه والمنتخب خصم لاعبين يكونوا واجدين باش يبينوا في افريقيا وفي العالم العربي بانهم اقوياء ولكن الاساس والتكوين واللاعبين اللي اقل من 17 سنه واقل من 16 سنه واقل من 20 سنه ما كاينش عندهم على غيره ما كنشوفوا حنا عندنا في المغرب الحمد لله التكوين على مستوى كبير في مصر وفي دول افريقيه اخرى اخواني نخليكم مع الهبال ديال الاعلام الجزائري والاسباب ديال الانسحاب ديالهم من البطوله ديال كاس امم افريقيا للمحليين اللي غادي تنظم في شهر فبراير القادم من السنه ديال 2025 خليكم مع الفيديو نتلاقاو في النهايه ديالو اعطيونا الراي داكم فيه شان الكاف كالعادتها مع موتسيبي تواصل الابهار ولكن بالمعكوس بالعكس ترقد تنوض قرار جديد الشان سيكون في شهر فبراير القادم من 1 إلى 28 فبراير في ثلاث بلدان تنزانيا أوغندا وكينيا يعني المسافة وحدها من أجل تحضير كأس إفريقيا 2027 هي راح تكون في هذا الثلاثي البعض يقول بأنه من الأحسن الانسحاب لماذا؟ نعطيك اللي يقولون ننسحبوا قال لك يرى أن تور بريليمينار في نهاية شهر أكتوبر نلعبوا تور بريليمينار باش نتكاليفيو ولكن قد لا نشارك في هذا التور اذا حبينا نشاركوا علاه لانه تونس ما تلعبش قالك تونس ما تلعبش مصر ما تلعبش عندهم لي جوار تاع الاهلي والزمالك وسي ليكيب ا
قال لك حنا واش نروحوا نديروا شهر كومبلي الاهلي يقول لك انا عندي كوب دافريك عندي كوب دي مون دي كلوب الاهلي عندهم العام الجاي في جوان ما راحش يشاركوا الجزائر ليبيا ما تشاركش ايضا لانها الفريق الاول الجزائر اذا لم تشارك ستكون فيه صفعه لموتسيبي لانه كل شمال افريقيا ما عدا المغرب اللي عندهم علاقه طيبه اللي يشاركوا الجزائر من حقها ما تشاركش البعض الاخر يقول لك لازم نشاركوا بالمحليين ونروحوا باش ندوا لا كوب دافريك علاه لانه الشامبيونات تاعنا الان فيها سليماني بودبوز دولور غشا شتي تكون عندنا اون ايكيب صحيحه وطرف ثالث راه يقول من الاحسن ان نشاركوا بلي اوفا يا مي بريباريو قال لك نروحوا بلي اوفا ما من خسروا سي اون بريباراسيون المنتخب هذا واش رايك انت دون توسا انا مع الراي الاول هو الانسحاب هذاك رايي انا ولا لازم نصفقوا لاكاف اللي اليوم دارت لنا قرار يعني معجزه 4 mois même pas 4 mois سي سي كومون مازال اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري 4 mois تعيط لي فيديراسيون لازم توجدوا لي زيكيب باش يعني سي دي شوز يصراو غير في افريقيا وعلاش الحجه باش يوجدوا لا كوب دافريك 2027 سي دون 3 ans يعني هاد الامور يعني امور مستعجله يعني هذه انا جو بونس كو سي كلك شوز دانسونسي سا سباس كون افريك سكوندو دونك انت تروح تروح بليكيب ناسيونال دي لوكو يعني اللاعبين اللي يلعبوا في البطوله حنا عندنا رزنامه تاع البطوله ان موات باكش مات موات فيفري كاع ما نلعبوش هنا باسكو يا بوكو ديكيب نعطيك معلومه نعم من بيت الاتحاديه اذا شاركنا في البطوله هذه ماشي اموا راح تبدا التحضير لو 15 جونفي بلس لي ستوري ميناتوار تبدا تبريباري باش تلعبها صافي دير من 15 جونفي وانت حابس تلعب الشامبيونات عندنا رزنامه انا جو بونس كون بو با سبيرميتر ا 4 موا دو لا كومبيتيسيون تبريباري اون ايكيب على وجهنا بار كونت انا شوي داكور على لا بارتيسيپاسيون بليكيب او 20 اللي توجد لاستحقاقات قادمه انا جو بونس سي اون بون شوز نلعبوا افيك ليكيب ناسيونال او 20 كيلك سوا لو ريزولتا مي سا لو رفرا اون بون اكسبيريونس اون افريك واضح بعد رضوان انا نشوف اولا القرار تاع الاتحاد الافريقي في هذا التوقيت بالذات غريب اليوم عنده علاقه ب ترشح موتسيبي لعهدة أخرى وكسب التأييد من طرف بعض البلدان الإفريقية لأنه ما هو في الواجهة ظاهر للعيان في ثلاث بلدان هي كينيا أوغندا وتنزانيا حتى أولا زيد يكسب تأييد أكبر من هذه البلدان ثانيا ما هو خفي على الجميع كيف مع البلدان التي ستشارك في هذا بطولة إفريقيا للاعبين المحليين عندها علاقة بانتخابات موتسيبي أنا أعتقد أنه كان هنالك شان واحد في تاريخ البطولة اللي كان في الجزائر فقط ولا لم تكن من قبل هذه البطولة ولن تكون بعد نسخة الجزائر لأنه الجزائر أعطتها بعد آخر لا نعطيك أنا من حيث من حيث البعد وقيمة هذه المنافسة رغم أنها ما فيهاش عائدات مالية كبيرة حتى ولو أنه الجزائر اليوم يجب أن تفكر ناحية رياضية ومن ناحية المالية من ناحية المالية راح تكون فيه خسائر أكثر من راح تكون فيه عائدات حتى ولو تفوز أنت بالشان من ناحية تقنية رياضية أولا لو تشارك بمنتخب مكون من لاعبي البطولة المحلية راح يكون عندك تأثير على رزنامة البطولة وهذا سيضر أكثر مما ينفع أولا بالبطولة ثانيا باللاعبين اللاعبين كيف الحالة تاعهم البدنية راح تكون خاصة أنت راح تختار الأفضل والأفضل اليوم عندك أندية جزائرية لو تتأهل إلى دور المجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف راح تختار بعض اللاعبين منها كيف راح يعودوا هاد اللاعبين بعد الشان لهاد الفرق تأثير الحالة البدنية كيف راح تكون رأيك يا معاذ باختصار لأن الوقت ما بقناش كثير رأيك أعطيني في 30 ثانية أنا هل أنت مع الانسحاب أنا مع الانسحاب من المشاركة وحتى لا أرى داعي وفائدة لرد صعين لموتسيبي أم لأننا ما استفدوا حتى شيء لأننا لن نستفيد شيئا وليس لموتسيبي لن يعني تستفيد رياضيا ولا ماليا كذلك نعم علي بن شيخ هل الشان هذه مفيدة للجزائر أم لا حسب رأيك ولماذا الكاف أصبحت تستعمل مثل هذه الطرق
اللي تزيد تحط من قيمتها ببرمجة عشوائية بمثل هذه الطريقة. هنا ورات بلي لو حكم رأس لاكاف سيت ان هوم دافير اي نو كالكان كي كوني لا جيستيون دي فوتبول. انت راك تناض تبقى لك يا لي اوفا والبلدان الاخرين وين هادشي شان شان بلوتو لوكو لي لوكو. لا يا اخي انا نظن كيل فو سو ريتيري ايتون دوني كو هذايا شحال خطره كان يدير المشاكل للجزائر. دونك هنا يفو سو ريتيري باش تقعد له بي حنا مصر تونس ليبيا نقولوا المغرب العربي ما يشاركش لازم يخمم لها مليح ولازم يتحدوا هادوما من القدام باسكو لا ولا يمشي سيد قريب بالتيلي كوموند. لا سامير قال لك لي اوفا انا مازال ما نعرفهمش لي اوفا في الجزائر كيف راح نشاركوا سامير راهم عندهم مدرب تعرفهم لعبوا شاركوا داروا بعض المباريات وقتاش بداوا داروا تورنوا في تونس. اسمح لي بالعقل بك انا اش بوز لك لا كاسيون وقتاش بداوا نجاوبك اي وقتاش عندهم تقريبا ست اشهر او عام تقريبا ملي جا مانع مين جا مانع ملي جات الاتحاديه الجزائريه داروا مانع ولو انه هنا بعد الجواب تاعي حبيت نفتح واحد القوس. تفضل واش حبيت تقول؟ انا علاش قصيتني انا ايه قلت لك انا ليا وانت من تا وقيله اللي قلت له شكون قال لك ممكن نشاركوا لا انا مع المقاطعه سمير اللي حاب يشارك بالايفا هذا هو الطرحين ايه على كل حال ممكن نبارتيسيبي ولو واش عليه نشاركوا برك لا اخي ما تروحش باش تشارك ما نشاركوش علاش نروحوا نديروا دي فيغورون تما تاخذ الكف وتجي هاد سو جور دو شوز تحبي تدير اوفا وعندك اوبجيكتيف والو هذايا كارثه رقد ناض ما عارف شكون قال له دير شان ناض دارو انت تبريباري عامين ثلاثه تحضر فهمني باش المستوى تاع اللاعبين ما ولي زوتوماتيزم وبوكو تشوز يكونوا انصم من بعد كي تكون كاش تورنو ولا تكون محضر وتبارتيسيبي دينيومون. انا سوي بور كو نجبدوا روحنا وخليوه يلعب هو ولي معاه. وفي نفس السياق بما نتكلم على لي اوفا وعلى التعيينات على مستوى الفئات الشبانيه للمنتخبات الوطنيه نعرفوا باننا احنا كنا انتقدنا هنا بعض التعيينات قلنا بلي مانع دا مرتين البطوله تاع الرديف مع شباب قسنطينه وبعدها في الاي دي 7 سمعنا بواحد اتحاد العاصمه سيد لا كوب دالجيري قال لك دا لازم تكون ديت لازم تكون ديت تيتر انتيتر انتيتر مع لي كاتيجوري هذا في القانون ولكن لا يطبق على الجميع لا القانون هما اللي داروه وقال لك لازم تدي تيتر مع لي كاتيجوري جان باش تحكم اون سيليكسيون تاع لي جان effectivement قال لك لي زون سي انترناسيونال ما كاش اللي عندهم دي تيتر مع لي جان ايبا العام اللي فات شكون دا الشامبيونا تاع الرديف تاع شباب الوزداد طاليس وعلي موسى وعلاش هادو طاليس وعلي موسى يدوا لي تيتر في مثال طاليس وعلي موسى ماشي بالضروره مي سي دي زون سي انترناسيونال على هادوما ما تعطينهمش جامي نسمعوا بلي زون انترناسيونال هادو لي زون سي انترناسيونال يحكموا لي كاتيجوري جان تاع ليكيب ناسيونال في كل مره تقريبا نفس الاسماء هكذا اللي تحكم مختلف اسمه هذا فقوس برك حبيت نفتحه لانه قوس مهم كان باسكو يا ان غير كونت لي زونسيان ناسيونال هذه حاجه واضحه سكي نول با سي 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 نقولوا ما نقولوش اللوبي باسكو كلمه لوبي كبيرة حاجه بزاف. كبيره الناس قاعده دايره لوبي حكم العجب سي انتيليجون سميها يعطيك الصحه هادي ضد لي زونسيان جوار بار جالوزي بار كدا بار بوكو تشوز الناس هادو بار انكومبيتونس وكدا بصح اسمح لي هاد القانون هذا اي وي كاين قانون نتا لي دي تيتر ساشون تري بيان كو في الجزائر بوكو جون يديو شامبيونا في ليفو دي جون كيما هذا ما كاش منها او انت تجيب اونترينور في مستوى المدرب تاع الونزو اللي كان في ريال مدريد كيحكم واسمها تاع الالمان ودا بها شامبيونا دا شامبيونا بدون خساره اي مباراه هذا قالوا له لازمها تدي تيتر وكدايا تفضل روح شافوا بلي السيد ينجم يسير فريق باري دخل يخدم وبدا يتكل على ربي
وين هذه كاينه هذه لازم دي شامبيونه في لي جون قالك باش نلقاو دي كريتير كيفاش لي كريتير سي تان اونسيان جوار اي باس افون لي زوتر اللي ما لعبوش فوتبول سي تان ماساكر على ترونسونوز امي ماساكر فيهم ويخدموا الناس نوري لك انا لو كان وسمعتك فيها الناس كيفاش راهي تخدمها وهنا في التليفون الناس كاش تخدم شبيك امي ماساكريو في لي جون ما سكروا في ليجان ما يعرفش الفوتبال يجي تقول لي انت او ربع كاتيجوري على بالنا كيفاش هم يربعوا في نيفو دي جان ماشي هذا هو الكريتير كريتير تكون فوتبالر دو نيفو ديبلومي تحكم انت قبل من هذا صح ما كاش من هذه العالم يمشي هاك حنا نمشيو هاك صح عندنا نقولوا داروا ما كاش قانون هذا القران هذا نحي هذا القانون هذا لازم لا فيديو تنحي هذا القانون هذا الفوتبالور باسون بريوريتي كبر من هذا يعني سامحني اعطي له بالون يلعب به جونغلي به 10 خطرات واعطيه لهذا السيخون هذا اللي بالمعرفه والكادوات وبالبروسه وبالحوايج اخرين وبعمي وخالي يجي يخدم اعطي له قول له جونغلي وريهم في التلفزيون ما عرفوا يديروا والو ما عرفوا الجونغلي والو لي فوتبالور سي وما لازمش نقول لك فوتبالور لعبت ليكيب ناسيونال ليسونسيال لعبت فوتبول مرميين لي فوتبالور صح صح مرميين وعندنا في بلادنا اللي الغيره تنده نحي الفوتبال نحي هذايا نحي دوتر ديسيبلين نحي هذا هوندبالور انترناسيونال شحال نحي هذا ما يعرفش شكون اللي يعرف انت اللي ما تعرف والو تعرف سي با بوسيبل رانا يا اخي العالم يمشي هاك حنا نمشيو هاك صح صح آه. صح ما تلقاش عندك الحق عليه هذا قانون غبي عندك الحق عندك الحق يا با دو تروا يقولوا لك الكوطا مي البروبليم سي كي نتبعوهم ميم في الريزونمون تاعهم هادي على موسى مالطاليس هاي نتبعوكم هاي نتبعو وعلاش مالطاليس هاو طاليس دا ستاندير كي لاريير بونسي مخدومه كونت لي زونسيون وهذا الشيء لازم يحبس لازم يحبس إخواني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون نال إعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم خليونا لايك الفيديو الناس ما مشاركيش معايا في القناة نتمنى أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا تحياتي لكم وديما المغرب